تحياتي ليك يا كابتن عبد الحميد حسن، كل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. بالفعل طبعا يتم الوصول الى استاد برج العرب حيث مباراه الاهلي والاتحاد السكندري في الجوله 22 من بطوله الدوري العام. ان شاء الله تكون مباراه مميزه، النادي الاهلي يحصد 3 نقاط هذه المباراه لتكون 3 نقاط في مشوار النادي الاهلي نحو الحفاظ على بطوله لقب الدوري العام. يمكن التشكيل طلع منذ لحظات نقدر نقوله، طبعا محمد الشناوي في حراسه المرمى، خط الدار من اليمين للشمال باسم علي، محمد هاني، ايمن اشرف، وعلي معلول في المنتصف، عمرو سليا واحمد فتحي وعبد الله السعيد، احمد حمودي، وليد ازارو، وجونيور اجاي. يمكن خرج من القائمه بشكل عام لهذه المباراه اكرم توفيق واحمد ياسر ريان وميدو جابر ومحمد عبد المنعم وبكماني. احتياطي هذه المباراه كريم ندفد، صلاح محسن، محمد نجيب، وليد سليمان، اسلام محارب، هشام محمد، وشريف اكرام. يمكن صلاح محسن طبعا بيدخل هذه المباراه، بنتمنى له كل التوفيق اكيد. لو اخذ او كابتن حسام البدري وجد اي فرصه ان شاء الله يكون متواجد في هذه المباراة مهمة كابتن حسام بدري استعد لها. طبعا عارفين ان النادي الاهلي عاد من المملكة العربية السعودية، لكن في تحفيز كبير في معنويات متجددة لدى لاعبي النادي الاهلي، وتم الفصل بشكل كبير بين الاحتفالية المميزة لكابتن فؤاد انور ومباراة النادي الاهلي والاتحاد السكندري. الامور ماشية بشكل طيب جدا بالنسبة للنادي الاهلي في هذه المباراة. حتى هذه اللحظة يمكن ما نقدرش نقول ان في لعيبة متواجدة، لكن كل اللعيبة اللي خرجت من القائمة بتأدي بعض التدريبات مع الكابتن انيس الشعلالي. اكيد طبعا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في هذه المباراة، مباراة مهمة، وإن شاء الله يكون النادي الأهلي التوفيق حليفه في مباراة اليوم، ونقاط المباراة تكون في جعبة النادي الأهلي. أكيد هنكون مستمرين معاك كابتن عبد الحميد حسن، كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، لنقل أجواء وكواليس مباراة النادي الأهلي والاتحاد السكندري. أعود إليك يا كابتن ميدو في الاستوديو.